عسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مع سابورا بوانيت. نرجو لكم في فيديو جديد وفي درس دعم جديد، واليوم مع بعضنا باش نتعرفوا على عائلة جديدة من الأعداد، وألا وهي الأعداد الكسرية. الاسم هذا يظهر لي يعتبر مخيف جدا للأغلبية من التلاميذ، ولكن مع سابورا بوانيت كل شيء يصبح سهل. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا او باش نبسطوا فكرة الاعداد الكسرية، وباش نشوفوا او باش نبداو مع بعضنا سلسلة فيديوهات تفسيرية. شنو مفهومها؟ شنية خصائصها؟ كيفاش نطبقوا عليها الطرح؟ كيفاش الجمع؟ كيفاش القسمة؟ كيفاش الضرب؟ كيفاش نقارنوها ما بين بعضها؟ يعني إن شاء الله في السلسلة هذه باش نشوفوا كل شيء، كل ما يخص الأعداد الكسرية. المهم توسعوا بالكم، كل فيديو باش يختص في حاجة معينة ونفسرها تفسير تفصيلي، وما نخليش حتى حاجة. إن شاء الله إن شاء الله حسب فكرتي طبعا، إن شاء الله نحاول أني نفسر كل شيء وكل الحالات اللي يمكن أني تعترض التلميذ. باهي، قبل هذا بكل لازمنا نعرفوا شنية العدد الكسري أصلا، شو مفهومه هو. ببساطة شديدة، العدد الكسري هو كل عدد يكتب في شكل أ على ب. أي نكتب هذا ونفسره في نفس الوقت. العدد الكسري، خليني أشوف ظاهر عندكم ولا أوكي. العدد الكسري هو كل عدد يكتب في شكل معين طبعا، في شكل أ على ب. هذه الحروف بالفرنسية. باهي، الآن هنا أقول لك أن تسأل شو مدخل الفرنسية طول هنا وشو مدخل الأ والب. احنا بما أنه الأ تنجم تكون أي عدد، في عود باش نعطيك أنا مثال معين، نقول لك 5 على 4 أو لا أعرف ماذا، نعطيك رمز معين ونقول لك راهو الأ هذه مثلا تنجم تكون أي حاجة، أي عدد تحبه أنت، والب كذلك. فهمت ولا؟ معناها الأ والب هما فقط رموز، معناها نستعملوهم في القواعد باش نخليك أنا في الصورة. كان أنا باش نستعمل لك رقم عدد معين، بعض التلامذة باش ياخذوا يقولوا القاعدة تطبق فقط كان على العدد هذاك. لا لا لا، لذلك اختار علماء الرياضيات أنهم ياخذوا رمز معين بعيدا عن الأرقام، حتى التلميذ ينجم يحط في الرمز ذاك اللي يحب عليه هو. باهي، أو كفهمنا الأول ب، معناها راهي الأ تنجم تكون أي عدد تحب عليه والب كذلك، المهم أنه يكون عدد على عدد. باهي، كيف ما تلاحظوا أنه العدد الكسري هذا يسمى عدد كسري، يتكون من 3 أجزاء أو كموجود قدامكم. ب، خلينا نعمل الملاحظة، يتكون العدد الكسري من 3 أجزاء. أي هذا الكل عرفناه اسمه عدد كسري. إيه هذا شنو وهذا شنو وهذا شنو، هذوكم الأجزاء اللي أنا نحكي عليهم تو. ب، أوكا باش ناخذ هذه القاعدة بالكبير. باهي يا سيدي، كل واحد باش نسميه ونعطيه التسمية الخاصة به. العدد الفوقاني اللي تلقاوه من فوق يسمى بسط، البسط، ها بسط. باهي، العدد التحتاني اللي تلقاوه من لوط ماذا يسمى؟ مقام، هكا اسمهم التسميات هكا. اي وهذا ما يسمى، ماذا يسمى الخط هذا؟ شنو هذاك؟ ببساطه شديده هو خط الكسري، يسمى خط الكسر. ولا تجوز او لا يجوز انك تكون عدد كسري من غير ما تعمل الخط هذاك، خاطر هو يفصل لك ما بين البسط والمقام. ده معناه بالنسبه لنا احنا تجاوزنا حكاية العدد الفوقاني واللوطاني، هذاك عنده اسم وهذا عنده اسم. كيف نقول لك أنا
ضع في البسط كذا، اعلم أنك ستضع في هذا المكان، أو غير المقام إلى كذا، اعلم أنك ستغير الرقم أو العدد التحتاني هكا ولا. إذا من هنا فصاعدا مش نتعامل بكلمة البسط والمقام وخط الكسر، كل مرة نعطيك حاجة بالتدرج ومن بعد نستعملوها تباعا. ب الملاحظة الأخرى إنه الأعداد الكسرية في ظاهرها أو في مجملها هي وجه آخر من أوجه القسمة. مالا يا أخي ما سمعتونيش قلت على ب؟ أي كلمة العلا هذه مش نستعملوها إحنا في القسمة؟ أيوة، يعني بالنسبة لنا إحنا الأعداد الكسرية هي طريقة أخرى للقيام بالقسمة. ب خلينا نكتبها ب، أين اللون الأحمر؟ حسنا، لا وجود له، أين ذهب؟ هنا إذن العدد الكسري هو وجه آخر من القسمة، يعني طريقة أخرى للقسمة. أي كيفاش؟ حيث يكون البسط هو المقسوم والمقام هو القاسم ببساطة شديدة، حيث يكون البسط هو المقسوم، يعني العدد اللي باش نقسموه، والمقام هو القاسم. يعني هذه الكتيبة هذه أو الطريقة هذه أو الشكل هذا أو العدد الكسري هذا هو عبارة على عملية قسمة بطريقة أخرى. أي كيفاش؟ أحنا في القسمة عنا مقسوم قاسم وخارج قسمة، كيونهم هذا المقسوم، هذا القاسم، وخارج القسمة هو هنا يقول لك أ على ب يساوي كم، خارج القسمة يكون من هذا الاتجاه، يعني شكل آخر من أو من أشكال عملية القسمة ببساطة شديدة. إذن بعجالة قلنا العدد الكسري هو شكل من أشكال القسمة، قسمة عملية قسمة أما تتكتب بطريقة أخرى، حيث إنه العدد الفوقاني، وقلنا إحنا تخلينا عن الكلمة هذه، قلنا البسط يكون هو العدد اللي باش نقسمه، والقاسم اللي هو باش نقسمه عليه هو المقام ببساطة شديدة. باه نتعدي وتوا إلى سرد مجموعة الخصائص اللي تتمتع بها أو يتمتع بها العدد الكسري. ولاحظوا إني هوني أنا راني لا قلت أ يساوي كذا لا ب يساوي كذا، أنا نحكي بصفة عامة، وقلت لك تحبش مليون على خمسة هذاك عدد كسري، فهمت؟ معناها ما تحصروش رواحكم في عدد معين أو فئة معينة من معينة من الأعداد، كل الأعداد متاحة نجمو نكتبوها بالطريقة هذه بطبيعة الحال إذا كنا باش نقسموها. باه نجيو توا للخاصيات، شنو هما الخصائص؟ ديما اي حاجه نقراوها جديده لازمنا اول حاجه نبداو بها هي شنو هما الخصائص اللي تتمتع بهم او يتمتع بهم الشكل الجديد اللي ريناه توا. باه احنا عندنا العدد الكسري قلنا أ على ب، اي ينجم يكون بما انك باش تقسم نجم يكون النتيجة متاعك أكبر من واحد يساوي واحد فاصل كذا أو اثنين أو ثلاثة، يعني عادي نجم يكون عدد عشري أو عدد صحيح طبيعي، المهم أكبر من واحد. باهي، أو ينجم يكون أصغر من واحد أو النتيجة تجيك أصغر من واحد، صفر فاصل كذا كذا معناها أصغر من صفر، هذه أصغر من واحد بارشا، عفوا أصغر من واحد مش أصغر من صفر. باهي، وإلا تنجم تكون مساوية للواحد، يعني فما برشا خصائص احنا باش نشوفوها خاصية بخاصية مع المثال. حسنا، الخاصية الأولى، خلينا نفترض وقتاش يكون العدد الكسري أكبر من واحد، يكون العدد الكسري أكبر، وركزوا لي ديما في
المقارنة اللي أنا أقيمها أكبر، قلت هوني أكبر من واحد، من واحد أي وقتاش؟ ببساطة شديدة إذا كان العدد الفوقاني أكبر برشا من هذا. أعمال مثلا مش نقسم إحنا 20 على 4 يساوي 5، 5 أكبر من واحد ولا أكبر من واحد؟ يعني يكون العدد الكسري أكبر من واحد إذا كان، هذا بطبيعة الحال راهو شرط، إذا راهو شرط، إذا كان بسطه، بسطه يعني نحكيه على العدد الفوقاني هاكا ديجا سميته أنا توا توا، بسطه أكبر من مقامه ببساطة شديدة. ونعاود نرجع لكلمة أكبر باش تركزوا لي عليها. باه أيا سيدي أعطينا مثال مدام باش نفهمه معاك. مثالش أنا نعطيكم الأمثلة. عدي مثلا ناخذ مثال أول 15 على 3، 15 على 3 البسط متاعي هو 15 والمقام هو 3. باهي 15 على 3 قديش؟ ببساطة شديدة نرجع إلى جدول الضرب، بما أن عملية القسمة مربوطة مباشرة بجدول الضرب. 15 على 3 هو تحب ترجع لجدول الخمسة وتشوف 5 في قديش تضربها باش تلقى الـ15، أو ترجع لجدول 3 وتشوف 3 في قديش ضربتها حتى تحصلت على 15. ببساطة شديدة مش تلقى 5، أي الخمسة هذه مش أكبر من الواحد، أكبر نعم. أيوة مثال آخر نعطيك 32 على 4. كيف ما جاء 32 على 4، أي 32 على 4 تنجم تمشي لجدول الأربعة وتشوف في قديش ضربتها الأربعة باش تحصلت على 2. ببساطة شديدة بطبيعة الحال هذايا راني أنا نفترض اللي انتوما جدول الضرب حافظينو 8، لأنه 8 في الأربعة ببساطة هو 38، عفوا 32. أي 8 مش أكبر من واحد؟ بطبيعة الحال أكبر من واحد. هذا هما زوج أمثلة، إيش تحبوا آخر؟ باهي ناخذ مثال آخر 50 على 10. 50 على 10 شنو الحاجة المشتركة بيناتهم؟ مش العشرة عودناها خمسة مرات، أي إذا هي 5. الخمسة أكبر من واحد ولا؟ أي يعني ببساطة شديدة وبصفة عامة، إذا كان البسط متاعك أكبر من المقام يساوي راهو العدد متاعك بكله أكبر من واحد. بينا ناخذ مثال آخر بعيد على جدول الضرب، ناخذ مثلا 15 على 6، أو خلينا نقول 19 على 6. هوني جدول الضرب مش بالضبط. أي كيفاش أنا كيفاش باش نطلع نشوف أنا الستة في قديش ضربتها حتى تحصل، حتى نتحصل أو نقترب شوية من البسط. ضيعت الاسم، حسيت الستة في قديش عندي أنا؟ نعرف اللي الستة في 3 يساوي 18. أيوة 6 في 3 يساوي 18، أيوة أنا عندي 19، معناها باش تجيني 3 فاصل حاجة. فهمتوا ولا؟ إذا العدد هذا أو كجاتك 3 فاصل حاجة، 3 مش أكبر من واحد، هي أكبر من واحد. ب ناخذ مثال آخر، مثلا 27 على 7، أي ريتو أو البسط أكبر من المقام. أنا نحسب، نعطيك الحسبة بالضبط باش أنت تتبين اللي هي بالحق أكبر من، مش تتبين، تتأكد اللي الكلام اللي قلناه صحيح. باهي 27 على 7 دائما في علاقة بجدول الضرب، 7 في قداش باش نقتربوا يساوي 27 أو نقتربوا منه. عندي 7 في 4 28، 7 في 3 21، يعني بالنسبة لي أنا في كل الحالات عندي 3 حاصلة، إيه 7 في 3 يساوي 21، وأنا عندي 27، معناها عندي أنا 6 فاصل، معناها هذا أكبر من واحد ببساطة شديدة، أو كعندي 3 فاصل كذا. باهي هذه الخاصية الأولى، عرفنا اللي العدد الكسري متاعي هذا بكله، معناها كيف نسألك ونقول لك اختار ما بين الأعداد الكسرية التالية من هي أكبر من واحد، ونعطيك أنا أمثلة 4 أو 5 أمثلة ببساطة شديدة من غير ما تبقى تحسب.
تخزر إذا البسط أكبر من مقام في كل عدد على حدة. إذا بسط أكبر من مقام وذاك غمض عينيك وهذاك أكبر من واحد. ما؟ توا إذا كان أصغر من واحد، وقتاش يكون العدد الكسري أصغر من واحد؟ يكون العدد الكسري أصغر من واحد فقط في حالة وحيدة، إذا كان بسطه أي أشبه أصغر من مقامه. أحسنتم. معناها بالنسبة لنا إحنا، شوفوا، إذا كان أصغر من واحد راهو بالضرورة البسط هو الصغير، مربوطين ببعضهم. إذا كان أكبر من واحد راهو بالضرورة البسط هو الكبير. ببساطة شديدة أنا نعطيكم مثلا بعض الأمثلة. 7 على 12 جايز راهو. لا ما تقوليش راني لازمني نلقى كان البسط هو ديما الكبير، لا لا تنجم تلقى هذا الكبير أو هذا الصغير، كل الحالات جائزة. المهم أخسر كيف نعطيك أنا في سؤال ونقولك اختار ما بين الأعداد الكسرية التالية من هي أصغر من واحد. تبقاش أنت تكسر في راسك وتحسب وكل عملية قسمة على وحدة، وأحيانا تستعمل، معناها أنتم ما زلتم ما قريتوش الأعداد العشرية وتلقاك تحسب بالأعداد العشرية. شنو هذا؟ ببساطة شديدة أخزر للفوقاني كان هو أكبر من المقام راهو أكبر، إذا كان هو الصغير راهو هو أصغر من واحد. ببساطة شديدة ما تبقاش تحسب، أنا هوني راني حسبت لك بالعاني فقط باش نأكد لك أوك بالكاشف، هوني باش تطلع لك 0. بلا 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 يعني أصغر من واحد ببساطة شديدة. وبما أنكم ربما مازلتم ما تعرفتوش على الأعداد العشرية، إذن سأكتفي بقول أعطيك أنا القاعدة مباشرة وتطبقها. به عندي مثلا 2 على 6 اي عادي جدا، 2 على 6 هايك اصغر من واحد، هاي الاثنين اصغر من 6. ب نعطيك مثال اخر، 12 على 21 12 اصغر من 21، اذا النتيجة اللي باش نلقاوها للعملية هذه او للعدد الكسري هذا بالضرورة باش تكون اصغر من واحد. فاهمين ولا؟ هذوما هذوما قواعد مباشرة، باهي هذوما قواعد مباشرة تستعملهم ديريكت، ما تبقاش تضيع في الوقت وتحسب وتشوف هذه جات وهذه ما جاتش. لا ببساطة شديدة اخزر الكبير وين، اذا كان الكبير من فوق معناها راهو العدد بتاعك النتيجة اللي باش تلقاها في الاخر راهي اكبر من واحد، واذا كان اصغر الكبير عفوا البسط هو الصغير راهو بالضرورة اللي انت باش تلقى النتيجة اصغر من واحد. باهي باش عندنا 3 خصائص اخرين باش نقولهم انا بسرعة. احنا رينا وقتاش العدد الكسري يكون اكبر من واحد او اصغر من واحد. اي سيدي وقتاش ما يكون مساوي لواحد؟ رينا الحالتين هذوك، وقتاش ترى يساوي لواحد؟ ببساطة شديدة نكتب يكون العدد الكسري مساو وركزوا لي مساو لواحد إذا كان بسطه مساو لمقامه. كيفاش مدام؟ شنية الحكاية هذه؟ ناخذ أمثلة. وفقط قبل هذا ركزوا لي في كلمة مساوي، لازم البسط يكون قد هو والمقام. أمثلة مدام، نفهم كامل أمثلة. أوكي به مثلا عندنا 45 على 45 هذه تساوي واحد. مثال آخر 3 على 3 ببساطة شديدة هذه واحد. هكا القاعدة تقول إذا كان البسط والمقام متساويين معناها باش تقسم نفس العدد على نفسه
باش تقسم عدد على روحه، أي يساوي واحد. خذوا كيف ما تحبوا، 102 على 102 كلها تساوي واحد. 2347 على 2347 هاي كلها تساوي واحد. يعني ببساطة شديدة، إذا كان البسط قد هو والمقام، اعلم أنه النتيجة مش تلقاها واحد. هذوما قلت راهم قواعد نعطيهم لكم باش تطبقوه مباشرة، أنا ما تبقاش تحسب. باهي خلينا نشوف قاعدة أخرى أو خاصية أخرى من خاصيات الأعداد الكسرية. باهي يا سيدي، عدنا كنا نحكيو فيها تو، باش نعمل العكس تماما تاع اللي كنا نحكيو فيه. قلنا احنا توا اللي العدد الكسري اللي يتساوى فيه البسط والمقام يساوي واحد. اذا باش نقراو الامر من الجهه الاخرى، اذا العدد واحد هو شنو؟ العدد واحد، مش هذا اسمه عدد. ما العدد هذا كيف نبدلوه، نحب نبدلوه الى عدد كسري؟ كيفاش يتولي طريقة الكتابة متاعو؟ كنت نحكي فيها توا ببساطة. هاي العدد واحد هو عدد كسري بسطه مساوي لمقامه. كمان كنت نحكي فيها، بسطه مساوي لمقامه ببساطة شديدة. إذا أعطيتك أنا واحد في الأعداد الكسرية، أعطيتك مجموعة من الأعداد الكسرية وفيهم في وسطهم واحد، تقولي مدام بربي هذوك مكتوبين بس على مقامه، هذايا واحد واحد ومكتوبة كيكا. لا يا سيدي، حتى الواحد واحد والمكتوبة ذيك راهو نجم تكتبه أنت على عدد كسري، واختار اللي تحب عليه، مهم يكون بسطه مساوي لمقامه. نجيو الخاصية أخرى وهي الأخيرة. كيف انا نعطيك عدد مثلا في مجموعة، احنا مازلنا ما ريناش المقارنة، مثلا نعطيك مجموعة من الاعداد الكسرية وبيناتهم خمسة او اربعة او ثلاثة او عشرة او عشرين او اي عدد، ولكن يكون صحيح ما فيش كسر، صحيح طبيعي بطبيعة الحال. احنا طول عمرنا نتعامل بالاعداد الصحيحة الطبيعية، توا باش ندخلوا احنا الاعداد الكسرية، معناها اي عدد كنتوا تتعاملوا به قبل ان كان يتكون من رقم واحد، رقمين، ثلاثة، اربعة، خمسة، عادي جدا، هذاك يتسمى عدد صحيح طبيعي. قلت لك انا نعطيك مجموعة من الاعداد الكسرية وبيناتهم عدد صحيح طبيعي، ونقول لك مثلا قارن. مثلا تقول شنو دخلهم هذيك الخمسة، مثلا نقولوا احنا اعطيتك رقم اربعة، اي شنو مدخلهم هذيكم مكتوبين بطريقة معينة وهذايا مكتوب الأربعة على روحه، ما فماش لا مقام لا بسط. لا يا سيدي، نقول لك أكسي الأربعة ذيك نجم تكتبها في شكل عدد كسري، ولكن بشرط إنه يكون المقام نتاعو واحد. هذا الكلام أنا ما نفهموش، أعطيني مثال. أوكي، مثلا نعطيك أنا مثلا عدد صحيح طبيعي أو 23، كيفاش باش نحولها الى عدد كسري؟ هذه باش تولي كيما الاخرين، معناها نجم نقارنها ببساطه شديده. 23 هذه نحطها في البسط ونحط لها مقام واحد، هاك عدد كسري، مش عنده بسط وعنده مقام، ولا لا؟ اي صحيح. اعطيك مثال اخر، اعطيك مثلا 2100، كيفاش هذه باش نحولها الى عدد كسري؟ هذا عدد صحيح طبيعي ولا اي؟ كيف يجيك في مجموعه من الاعداد الكسريه وهذا وحده مش مكتوب كيفه، شو نعمل له؟ انا باش نخليه كيكا؟ لا، حتى هو نرجعه كيفهم ببساطه، باش نحطه هو في البسط عفوا، والمقام نتاعو نزيده من عندي، اما يلزم يكون واحد. وننبه عليكم راهو يلزم يكون واحد، تحط اي رقم اخر غلط، باهي ما عادش يخرج من عائله الاعداد الصحيحه الطبيعيه، هو كي تحط له عدد آخر غير الواحد. باهي، ببساطة شديدة هذم الخصائص الخصائص اللي دارجة أكثر، اللي ديما تستعملوهم وديما تضطروا للتذكير أو استعمالهم أو اللجوء إليهم في
إنجازكم للعمليات على الأعداد الكسرية. إن شاء الله يا ربي في الفيديو هذا أكون جمعت أغلبية الحالات اللي يمكن تعترضكم، وإن شاء الله يكون شرحي لها مفصل. انتظروني في فيديوهات قادمة باش ندخل شوية بالتفصيل مع الأعداد الكسرية. شكرا لكم، إلى اللقاء.